وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود. الأغلوطات تحمل على أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول الأسئلة التي يقصد بها تغليط العلماء والتشويش عليهم، والأمر الثاني مر بنا خطورة زلات العلماء، فتتبعها يعتبر من الأغلوطات. والأمر الثالث السؤال عما لم يقع من الأسئلة المتكلفة، أو السؤال عن ما المقصود بكذا، ما الحكمة من كذا، أو لما قال الله كذا، أو لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كل هذه من أنواع الإيش؟ الأغلوطات. نعم.